احنا النهارده في يوم مجتمعي بنسميه سوشيال داي للتوعيه بسرطان الثدي، بنلقي الضوء على هذا، على هذه المشكله. دي مشكله قوميه، بنحاول كلنا ان احنا نتضافر كمجتمع مدني علشان نحاول نرفع من التوعيه لهذا المرض ونرفع الوعي المجتمعي لهذا المرض. بالاضافه طبعا بنقول معلومات مهمه جدا عن كيفيه الوقايه لمنع او تقليل نسب هذا المرض. يعني بتضافر الابحاث العلميه مؤخرا قدرنا ان احنا نوفر يعني نسب شفاء اعلى بكثير، ومن هنا ابتدينا نشوف هذا المجتمع الكبير من محاربات سرطان المنتصرات على هذا المرض. هو توعيه عن مرض سرطان الثدي، وهيبقى فيه حاضر نخبه من الدكاتره، علاج اورام ونفسي وتغذيه، لان العوامل دي كلها بتساعد جدا في علاج سرطان الثدي. الجمعيات الاهليه بيكونوا من ناس اما مروا بنفس التجربه، أو ناس حابة أنها تساعد ناس غيرها، أو ناس متخصصة في المجال برضو عندها الجزء الإنساني اللي تحب تساعد بيه الناس. الجمعيات الأهلية دورهم مساعد وبيمشي في توازي مع العلاج الأورام، لأن العلاج الطبي أو المعلومات الطبية لازم بتتاخد من مركز العلاج الأورام. الكانسر الحاجة الوحيدة اللي بتحاربه هي الحالة النفسية، مهما كان الكيمو ومهما كان في راديشن، مهما لو أنا حالتي النفسية مش قوية هيتغلب علي. أحاول أنا اللي أكون أقوى منه بإرادتي، لأني أحمد ربنا في علاج، فالعلاج ده معناه إن أنا لسه كويسة، لسه تمام. لكن السونار، التحاليل، الحاجات اللي هي فيها تشيك أب دي بتغني عن حاجات كتير، بتطمني على نفسي، مش لازم أتوجع أو أتعب أو أوصل لليفل معين عشان أبتدي أروح للدكتور وأبتدي أخد العلاج كأنه فترة في حياتي، زيه زي البرد، زي أي حاجة هتعدي.